أيها السادة، نستمع وإياكم الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر له من سورتي النبأ والانفطار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ترى
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. والله
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قد بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين.
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يطلعونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله.